اس کانفرنس کے آغاز میں سب سے پہلے برادر صغیر حافظ محمد حدیل صاحب کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت فرمائیے. تشریف لا رہے ہیں حافظ محمد حدیل صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم.